ومن بيروت ينضم إلينا العميد خالد حمادة المحلل العسكري. سيادة العميد، يعني كيف تقرأ الغزو البري إلى في لبنان، وما هي أسبابه الحقيقية خلف الزعم الإسرائيلي لها؟ صباح الخير. يعني صباح بالدرجة الخير. الأولى لا يمكن القول أن هناك غزو بري. هناك تهديد بغزو بري. نعم. أسمته إسرائيل عملية محدودة أو عملية برية محدودة. لغاية الآن لم تتجاوز إسرائيل الحدود. هناك إطلاق نار. ربما تكون إسرائيل تريد اختبار ما هي جاهزية حزب الله أو من تبقى من حزب الله في الجنوب بعد هذه الضربات التي تلقاها. يعني أعتقد هذا ما يمكن تسميته باللغة العسكرية عملية استطلاع بالنار، وهي تهدف إلى معرفة قدرات الفريق الآخر أو الخصم وأماكن تمركزه، عديده، ما هي الأسلحة التي يستخدمها، ما هي قدراته على المواجهة. لغاية الآن لا يمكن القول أن هناك هجوم. التشكيلة القتالية التي تأخذها وحدات العدو ليست تشكيلة هجوم، هي تجميع قوى موجود في المنطقة، والهجوم لم ينطلق. ليس هناك رميات تمهيدية نارية لهذا الهجوم، ليس هناك دعم جوي قريب لهذا الهجوم. هذه طبعا من الأساسيات والتقنيات التي تصدق أي عملية هجومية برية. لغاية الآن هناك تبادل لإطلاق نار. إسرائيل تهدد بالهجوم البري، تقول أن قواتها مشتبكة مع حزب الله، حزب الله يقول أنه يصد العدو ويمنع الهجوم. أنا بما أعرف المنطقة وبما يعني أشاهد وأقرأ، ليس هناك لغاية الآن هجوم بري، هناك تلويح بهجوم بري. برأيي هذا الهجوم لن يتحول إلى حقيقة أو لن يأخذ مساره كعملية هجومية إلا إذا قالت الولايات المتحدة لإسرائيل أن تقوم به، وبالتالي لغاية الآن هذا لم يحصل. تقول الولايات المتحدة إسرائيل لا حق الدفاع عن نفسها، حزب الله يشكل خطر على إسرائيل، يجب إعادة المستوطنين إلى الشمال. هذا كله كلام الكل يعرفه، ولكن لغاية الآن لم تقل الولايات المتحدة نحن مع عملية برية، ولم تقدم إسرائيل على عملية برية تدعمها الولايات المتحدة. هذا هو الوضع، دون يعني أن نأخذ الأمور إلى تفسيرات لم تعد قائمة لغاية الآن. نعم، لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيقاي أدرعي قال على منصة إكس إن الجيش طلب من سكان أكثر من 20 بلدة في جنوب لبنان إخلاءها على الفور. ماذا يعني ذلك برأيك؟ طلب إخلاءها، هذا لا يعني بالدرجة الأولى أنه العملية البرية بدأت. ربما هناك ترقب لبدء عملية برية، وهذه إجراءات يعني يراد منها أولا إفراغ المنطقة أو التأثير نفسيا على المواطنين، أو يعني دفعهم لعمليات يعني مع حزب الله، لعمليات ربما اعتراض على هذه الحرب التي تهجرهم من منازلهم. ولكن هذا كله لا يعني أنه هناك هجوم بري. عادة يعني ما يتم يعني تجنب الأماكن المدنية والأعيان المدنية وفقا طبعا لمسار العمليات، ولكن لغاية الآن ليس هناك أي هجوم، والدعوة لإخلاء القرى لا تعني هناك عملية عسكرية وزمية. نعم، الجيش الإسرائيلي أيضا يشير إلى أن المعارك في جنوب لبنان تدور في ظروف ليست سهلة. ما هي التحديات التي تواجه القوات الإسرائيلية في حال استمرار هذا الاجتياح البري أو تزايده مستقبلا؟ يعني هل سنشاهد حرب ميليشيات ربما يتفوق فيها حزب الله كما قال نعيم قاسم؟ يعني كما قلت، يعني أنا أولا لا أصنف ما يجري بعملية برية، وهذه عملية استطلاع بالنار، إطلاق نار عابر للحدود، قد يعقبه عملية برية، ولكن طبعا سيكون لها تقنياتها والقوى المشاركة بها يعني الخطوات التي عادة ما تتبع بعمليات جوية. لغاية الآن نحن نتكلم كما قلنا ليس هناك عملية برية. هلا يعني اذا ما اردنا القول انه الى اين ستذهب الامور، ربما لغايه الان، يعني اول شيء يجب ان اقول انه الخصوصيه في المنطقه الجنوب الليطاني، انه هذه المنطقه هي خاضعه اولا لقرار 1701، وموجود فيها اكثر من 10,000 جندي اجنبي يقومون بتنفيذ هذا القرار، وهذه حدود معترف بها ولا نزاع عليها بين لبنان
لبنان واسرائيل. لذلك يعني انا يعني لا ارى انه الان الظروف ناضجه، لانه الولايات المتحده اكيد طبعا لا تريد ان تنقل مساله يعني مستوطني شمال اسرائيل الى مساله احتلال بالدرجه الاولى. ثم ما سيكون موقفها الولايات المتحده اذا اجتاحت اسرائيل يعني واعتدت على القرار؟ طبعا بقول ان اسرائيل تعتدي، نعم تعتدي، ولكن في هذه المقاييس المسؤوليه هناك جيش فرنسي، هناك جيش اسباني، هناك جيش ايطالي، وهناك يعني وحدات قليله من جيوش متعدده تشارك هذه المهمه، هناك الالمان موجودون كذلك. اذا يعني اعتقد ان ذلك يعني سياخذ الموضوع الى مكان اخر، سيحول العمليه العسكريه الى عمليه احتلال. وطبعا يعني انا لا ارى ان ذلك معقول، لانه الولايات المتحده لا تزال تقول بتطبيق قرار 1701. يعني قد يكون الهدف هو تحسين شروط التطبيق، ايجاد اليات الزاميه للتطبيق، طبعا ممكن هذا كله ممكن، ولكن لذلك لم يتم يعني حتى الان، اقول حتى الان يعني لم يتعثر بعد حتى الان المسار الدبلوماسي او فقد الامل منه. حتى الان ليس هناك عمليه بريه، هناك مراوشات على الحدود، هناك ضغوط دبلوماسيه، وهناك محاوله من قبل اسرائيل لاختبار ما هي القدرات المتبقيه لدى حزب الله، وهل هو قادر فعلا على الصمود او المواجهه. ذلك طبعا لا يتبين من خلال اشتباكات يوم واحد، ذلك يتطلب مجموعه يعني عده ايام بالدرجه الاولى. ثانيا يعني لانه اسرائيل قامت بعزل القرى تقريبا، يعني هنا القرى معزوله عن بعضها، والمنطقه كلها معزوله عن خطوط الامداد التي تذهب نحو البقاع، يعني نحو شرق البقاع. نعم. لذلك يعني لذلك اقول هذا، يعني انه هذا اختبار من بعد كل هذا التقطيع في اوصال المنطقه الذي نفذته اسرائيل عبر تدمير مجموعه من القرى، وعبر يعني تدمير الطرقات والمحاور التي يمكن ان تصل بين القرى. نحن في مرحله اختبار لقدرات حزب الله، طبعا اسرائيل تريد اختبارها، وفي مرحله دبلوماسيه اذا تعثرت سيكون هناك متاح، الوقت متاح للذهاب الى خيارات كثيره. نعم، اشكرك العميد خالد حماده المحلل العسكري من بيروت.